طب قول لنا بقى ايه الفيتامينز اللي ممكن يحتاجها الجسم ندعم بيه بقى جهاز المناعه ده؟ احنا سمعنا عن حاجات كتيره جدا، تونه تونه بجد، خصوصا بقى في الفتره اللي فيها الفيروس، كل شويه نلاقي فيروس جديد، كل شويه نلاقي فيروس متحورات وحاجات. نعمل ايه بقى في القصه دي؟ من اهم الفيتامينات لدعم المناعه فيتامين سي، اوكي، رائع للمناعه. الزنك معدن مش فيتامين، رائع للمناعه والنحاس. التلاته دول اتجمعوا، تعرفي انك انت المناعه بتاعتك انت بتدعميها جدا والله. ويمكن كمان فيتامين بي بيأثر على المناعه بطريقه غير مباشره، لان فيتامين بي بيحول لي الاكل لطاقه وبيدعم لي التمثيل الغذائي. التمثيل الغذائي اكيد في حلقه هتكلم معاك على التمثيل الغذائي ومدى اهميه سرعه الايض. التمثيل الغذائي مش بس عشان انا اخس، مش قصه خسسان. التمثيل الغذائي مهم، النفس بتاعي وانا نايمه محتاج تمثيل غذائي. مثلا عمليه هضم الطعام، ان الطعام ينزل المعده للامعاء ويمتص، كل الحاجات دي محتاجه سعرات حراريه مش بس عشان اخس. فالتمثيل الغذائي مهم، فانا عليت التمثيل الغذائي بيأثر بصوره يمكن غير مباشره على دعم المناعه. فاهم ثلاث فيتامينز اللي موجودين اكيد في قلب مالتي فيت اللي هيطلع على الشاشه اكيد دلوقتي، المرخص من هيئه سلامه الغذاء. كل مره اقول يا عظيمه بل الصحه لا تعوض. صحيح. مفيش حاجه اسمها اشوف حاجات على السوشيال ميديا اشتريها وانا مش عارفه مصدرها ايه، دي حاجات بتتبلع. احسن مكان وامن مكان لشراء ادويه مكملات غذائيه هي الفارماسيز، الصيدليات. الصيدليه على طول، انا اشتريته من الصيدليه يبقى انا كده حاسه ان انا في امان. طبعا الب مالتي فيت متوفر في الصيدليات، يمكن مش في كل الصيدليات بس في سلسله صيدليات معروفه موجوده في كل محافظات مصر. طب يا دكتوره دينا نعرفها منين؟ كلمونا عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه. الكول سنتر هيوجهكم للصيدليه اللي هتبقى قريبه من المحافظه بتاعتكم او من جنبكم. ده مهم قوي عشان الناس اللي ساكنين محافظات بيضايقوا قوي الموضوع ده. بالظبط، بيفرق. احنا موجودين في محافظات الحمد لله، الحمد لله، في الصيدليات بس. مش عايز يتعب نفسه ويقعد يدور على الصيدليه الرقم اهو، ده رقم الشركه، حضراتكم صوروه بالموبايل وخلوه معاكم يعني. بالظبط. طيب قول لنا بقى، انا عايز اعرف، كلميني عن كل نوع من انواع الفيتامين اللي موجوده في الالب مالتي فيت، لانه انا عايزه اعرف النسب بتاعته والناس كمان تعرف معانا وايه المفروض يكون في المكمل الغذائي. تعالوا بقى نشوف كده مع بعض. طبعا يا عظيمه، عايزه اقول ان ده شكل الف مالتي فيت. عشان ايه؟ لو رحنا الصيدليه يكون مثلا لسه خلصان في الصيدليه او لسه ما وفرناهوش في الصيدليه دي، فبنعرف له بديل. وفي ثلاث شرايط اهو، ما شاء الله، ده يكفي شهر اهو. شهر. العلبه بتكفي شهر، مالناش بديل يا جماعه كبسولات. طبعا لا بالارخص ولا بالاغلى. طبعا الف مالتي فيت سعره رائع، سعره اقتصادي يعني متناول الجميع يعني جدا. تمام. بكل فئات المجتمع. تمام. يعني الصحة مش مقتصرة على فئة معينة، احنا كلنا عايزين ندعم صحتنا. وطبعا الب مالتي فيت هو داعم للصحة فقط وليس علاج لأي مرض أيا كان، وكل مرة هقول كده. الب مالتي فيت طبعا دخله زنك، الزنك مهم قوي زي ما انا قلت النهارده في المناعه. مهم لخصوبه الرجل وليس علاج لعقم الرجل برضه، لكن هو داعم للخصوبه بشكل ما. مهم للشعر والبشره. طبعا الزنك مهم والنحاس، الاثنين دول مهمين لحاجه بقى يا عظيمه. اي خليه عندي بتتجدد في الجسم محتاجه زنك ونحاس مع بعض. الشعر، الشعر اللي احنا شايفينه في الاخر دي اخر مرحله خالص في الشعر، وبعد كده بيقع. انت المفروض معدل 100 شعره مثلا بتقع في اليوم، والبصيله بتنتج شعر تاني. والشعر اللي احنا شايفينه في ده دي اخر مرحله في الشعر، بتقعد 3 شهور وبتقع. الضوافر بتتغير. الخلايا، الدم بتتغير. العظم يعني انت عندك خلايا، كل معظم خلايانا بتتغير، محتاجه زنك ونحاس، هما الاثنين دول لازم يبقوا موجودين مع بعض. وطبعا الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا بياخدوا سبلمنت غير الف مالتي فيت بزنك بس، لونج تيرم خلي بالكم من النحاس لا يقع. لان لو اخدت زنك بس على مدى طويل جدا ومش دعم النحاس، نقص النحاس بيهدلي المناعه وبيعمل مشاكل برضو للشعر والبشره، فخلوا بالكم من النحاس. طبعا الب مالتي فيت برجع واقول لسلامه كل الناس اللي بتتفرج علينا، مرخص من هيئه سلامه الغذاء التابعه لوزاره الصحه. طبعا التراخيص ما بتتاخدش في يوم وليله، لا، او محتاجه مجهود عقبال ما بتوصلوا لها، وفي حاجات بتتوافق عليها وفي حاجات انا عارفه ما بتتوافقش عليها اصلا. فده الامان بقى، ما دام موجود في الصيدليه يبقى مرخص. وبطمن كل الناس
ان اكيد انا يعني كدكتوره دينا لا يمكن اتكلم على حاجه غير مرخصه. ده من زمان بقالي 8 سنين اي حاجه اتكلمت عليها كانت مرخصه. وطبعا بدعم جدا الب مالتي فيت لانه رائع ومكمل غذائي رائع ومرخص من هيئه سلامه الغذاء ومتوفر في صيدليات كتيره جدا في انحاء جمهوريه مصر العربيه وسعره في متناول كل الناس اللي بتتفرج عليه. طب خلينا نقول بقى هو مصرح لاي عمر من الاعمار يعني عندنا دلوقتي اطفال بيشوفونا او شباب لسه صغيرين يعني من سن كام نقدر بقى ناخد الفيتامين؟ من سن 14 سنه اخده ما فيش عندي مشكله. من 14 كويس. لا طبعا على الشاشه التصريح شهاده تسجيل منتج غذائي ده تصريح هيئه سلامه الغذاء التابعه لوزاره الصحه ودي حاجه تسعدني جدا جدا ان شركه بايو ناتشرال عرضت الترخيص على الشاشه. ده امان لكل الناس. أمان لكل الناس. مش بس دينا تتكلم، لا احنا عايزين نشوف الترخيص. والحقيقه انا بشكر شركه بايو ناتشرال انها عرضت لي ترخيص المنتج اللي بتكلم عنه. حاجه رائعه رائعه ان انا اخد ان انا حتى ادعم الب مالتي فيت وان انا ادعم كل الناس وصحه الناس بمكمل مرخص وموجود في هيئه سلامه الغذاء. ودي حاجه تسعدني ان 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 كل الناس اللي بتتفرج دلوقتي شايفه الترخيص قدام عينيهم على الشاشه. طبعا دي حاجه تسعدنا كلنا يا دينا لان احنا كلنا بنبقى في حاجات خفيه ما بنعرفهاش. صح. فلما بلاقي حاجه كده وانا مطمئنه ليها لا طبعا بالطبيعي ان انا هتجه على طول وخلاص. طالما انت قلتي جمله عجبتني جدا، احنا هنروح الصيدليه، احنا هنروح الصيدليه هناخد منها الفيتامين بتاعنا زي ما بنعمل مع كل ادويتنا ومع كل الحاجه اللي احنا عايزين نشتريها. ونبتعد تماما على السوشيال ميديا والحاجات اللي احنا مش عارفينها وحبوب انا مش عارفه اسمها ايه او ده جاي من بره ده مستورد ده مش عارف ايه ما اعرفش اساسا. يا جماعه من الصيدليه عايزين المستورد سافروا وانتم مسافرين جيبوا المستورد ما فيش مشكله. اي حاجه في الصيدليه بتاخدوها وانتم مغمضين عينيكم سواء حاجات دواء مكمل غذائي كريمات. الكريمات برضو خلي بالك الكريمات اللي بحطها على وشي لازم تبقى متصرحه من وزاره الصحه. طبيعي لانه في حاجات لأنها بتخش بتمتص طبعا.